محكمة بعد المداولة مع المحامي محمد الديني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم، أمسي عليكم بالخير ورحب فيكم. أنا أخوكم فيصل الصيخان في أول حلقة لبرنامجنا الجديد بعد المداولة. أعطيكم أول شيء فكرة عن البرنامج. البرنامج يجي إن شاء الله كل يوم سبت من الساعة الرابعة إلى الخامسة عصرا. هو برنامج استشارات قانونية، يعني نتكلم عن الأشياء اللي تكون فيها عادة أو الغالب يكون فيها مشاكل قانونية، واحد مع ورثة، واحد في عقود، مشاكل عقود، مشاكل تجارية، مشاكل إدارية اللي تصير بينك وبين خصم، ودائما ما تبت فيها المحاكم أو يصدر الحكم، والبعض يزعل عقب إصدار الحكم. فهنا يكون في أصلا من الأساس يكون في خطأ، أنت أخذت الخطوات الخاطئة، أو أنه مثلا وقعت على عقود وأشياء وأنت ما تعرف وش النظام. فحنا هدفنا بهذا البرنامج أنه نكون نقدر قد ما نقدر يعني نوصل لك الطريقة المناسبة أنك شلون تعرف الخطوات المناسبة قبل أي إجراء قانوني. طبعا يشاركني في تقديم البرنامج والأستاذ المحامي محمد الديني. مسي عليك بالخير يا أبو عبد الرحمن. النور، حياك الله أبو عبد الرحمن. قبل لا نبدأ الحلقة أبو عبد الرحمن، نبي نعطي بس، أنا يمكن شرحت شوي للمستمعين عن البرنامج وش بيكون المحاور، يمكن تقدر تعطيهم بعد أنت أكثر بحكم أنه هذا تخصصك يا أبو عبد الرحمن، وش الأشياء اللي نبي إن شاء الله نرتكز عليها، وبيكون البرنامج يعني يقدمها وبشكل مبسط مثل ما عودنا المستمعين دائما أنه يكون كل شيء سهل، لأنه دائما الأمور القانونية يكون فيها صعوبة، الواحد ما يعرف يستوعب، أو خاصة ونبي نشرح كثير يا أبو عبد الرحمن لو تسمح لي بالمصطلحات اللي دائما نسمعها بالمحاكم والأمور الإدارية. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني زي ما تفضلت أن نتناول القضايا بشكل بسيط، يعني بنطرح في كل حلقة قضية كمثال بسيط، ونشرح بعد كذا إيش الخطوات اللي مفروض كان المدعي عليه أو المدعي أنه يسويها. ممتاز. طيب حنا قبل أن ندخل بالقضية اللي بنتكلم عنها اليوم أبو عبد الرحمن، بس خلني أذكر المستمعين بالأرقام التواصل وبعدين نطرح القضية، ويقدرون عقب ما نتناقش يشاركون معنا. على STC 84770، موبايلي 640-660، وزين 746-2-62. تقدر ترسل أي استفسار برسالة بجوالك وأنا أقرأ لك إياه على الهواء، وناخذ رد أبو عبد الرحمن أو رأيه بالموضوع. وتقدر بعد تتصل، لكن اتصالات إن شاء الله بتكون عقب فاصلنا، على 012-61-61-100 و011-217-85-85. أيضا تقدر تتابعنا على حساباتنا بمواقع التواصل الاجتماعي ALIF ALIF FM. طيب أبو عبد الرحمن، وش قضيتنا اليوم؟ قضيتنا بشرح لك بشكل بسيط. تفضل. هي طبعا قضية من ملفاتي، وتمر كثير وتصير كثير، وكثير من الناس يقع في هذا الخطأ. القضية ببساطة، هم مجموعة من الورثة عددهم 5، يمتلكوا قطعة أرض مشاعة مساحتها 10,000 متر. حلو. هذول الأخوان لهم وكيل شرعي، لكن هذا الوكيل وكيل عن 3 إلا واحد، يعني ما هو وكيل عن واحد. 4 هم 5 أخوان، خمسة. وكيل. هو وكيل عن 3 إلا واحد، يعني هو يمثل 4 من الورثة. طبعا له حق البيع والشراء والإفراغ، ولكن ما هو وكيل لهذا الشخص. قام الوكيل هذا وقع عقد بيع مع شخص. حلو. هذا الشخص دفع له 10، طبعا العقد بعشرة مليون، دفع له 1,000,000 عربون، وقع العقد انه اشترى هذه الارض من الورثة. طبعا طلب المدعي من الوكيل الافراغ، طبعا لما دفع له 1,000,000 الباقي عند الافراغ. حلو. راحوا كاتب عدل، رفض كاتب عدل الافراغ. ليش؟ استغربوا طبعا. استغرب طبعا المشتري، طلع ان البيع على كامل الارض والقيمة على كامل الارض، ولكن الوكيل ما هو وكيل عن الجميع، يعني بالعربي ما له صفة. طيب هنا عن الشخص الاخير. حلو. قبل لا نكمل القصة، الحين هنا ابو عبد الرحمن في الحالة هذه شلون يعرفون، يعني مثلا القاضي شلون عرف انه في شخص ناقص بالموضوع؟ حلو. لما تيجي تفرغ عن ورثة في كاتب عدل، لابد أن يطلب كافة المستندات. حلو. المستندات أنه لما يكون هناك وكيل لازم يجي حصر الورثة، يتأكد من الورثة
عددهم وأنا الوكيل هذا موكل عن الجميع. لما جاء يفحص الأوراق لقي أنه ما هو وكيل عن الشخص هذا. حلو. وبالتالي طلب الوكالة قال له ما عندي وكيل. أنا الشخص المتبقي. نعم. ممتاز. اكتشف أن الوكيل هذا طبعا ما هو وكيل عن جميع الورثة. ما عرف الحل. أقام دعوة يطلب فيها إلزام الورثة بالبيع. طبعا إذا كان العقد صحيح يحق له إلزامهم بالبيع لأنه تم الإيجاب والقبول والعقد كله. حلو. وطبعا قدم العقد قال هذا عقدي. سأل القاضي المدعي هل يقبل بأن يشتري حصص الأشخاص الموكلين فقط؟ يعني هل أنت بس تشتري حصصهم فقط غير حصة الشخص الأخير؟ لأنه اكتشف القاضي نفس الحكاية. حلو. إنه هذا. طبعا رفض قال أنه اشتريت كامل الأرض. سألوا الوريث هل أنت موافق؟ لا أنا ما أدري أصلا ولم أوكل في البيع ولا عندي أصلا فكرة عن الموضوع هذا كله. حكم القاضي ورفض الدعوة. طبعا المدعي طب خسر القضية. طب العربون؟ العربون يرجع. لأنه البيع ما تحقق فيه ركن. هنا ركن اللي هو الصفة في العاقد. العاقد من هو باع ما لا يملك. يعني الوكيل اللي هو وكيل عن أربعة باع ما لا يملك فيما يتعلق بالشخص اللي هو الأخير. حلو. أصبح بيع من غير ذي صفة وتصرفه. خلينا نعطيك العبارة القانونية تصرف فضولي. تصرف في غير ملكه. طب. بغير إذن شرعي. السؤال أبو عبد الرحمن هل الوكيل كان عنده علم أنه أصلا الورثة خمسة وأنا ما عندي وكالة شخص ولا هم جوا قالوا حنا فقط الأبناء المتوفى وحنا الأربعة بس وجحدوا أخوهم الخامس أو أختهم مثلا؟ لا الوكيل من خلال الواقع واضح أنه هو عنده جهل. جهل واضح. ما يعرف واضح. لا هو عارف أنه ما هو وكيل الخامس لكن يرى أن تصرفه صحيح. يعني حلو. في بعض الناس يرى أنه هو وكيل الغالبية هذا ما يهم. واحد. لكن في الحقيقة هي هذا يملك. واحد يعطل لو إن شاء الله ألف. حلو. طيب باختصار يمكن عشان اللي ما تابعنا أنه جاء الوكيل الورثة عندهم قطعة مثلا عقار أو أرض خلينا نقول ونسق بيع مع شخص وسووا عقد بينهم ودفع له اتفقوا على مبلغ 10 مليون وقدم له مليون كعربون وقال له مثلا الباقي بشيك مصدق أو أيا كان وقت الإفراغ. نعم. وتم البيع كعقود بينهم. راح المحكمة للإفراغ اكتشف القاضي كاتب عدل أو كاتب عدل عفوا. نعم. أنه في شخص من الورثة ما هم موجود أو الوكيل ما هم ماخذ وكالة منه شخصيا قال في شخص ما هو موجود فما تم البيعة. طب لو جينا للأساس هنا طبعا يحق على طول أنه يا تكنسل البيعة هو شيء طبيعي يا أنه يوافق الخامس الشخص الخامس يجي ويسوي وكالة للشخص من جديد ويقول أنا وكلته بالبيع أو يقول أنا ما عندي مانع في البيع. نعم. وتنتهي البيعة وتتم على خير أو بالطريقة هذه البيعة تعتبر خاطئة لأنه في شخص ما هو موجود ولا الوكيل ماخذ وكالة منه ولا بد أنه يرجع العربون لصاحب. لا خليني أبسطها لك. خليني أوكي. أعطيك أنت اللي تكلمت الآن فيه كلام جميل يعني ولكنه كحلول. لكن العقد هنا باطل من الأساس. نعم. لأنه ما يصير صفة العاقد ما في صفة والبائع ما باع. يعني لو كان المشتري يبغى يشتري الحصص الثانية حلو ممكن لكن يشتري الأرض بالكامل العقد باطل. ممتاز. طيب العربون يرجع ما في خلاف لكن لو ما رجع العربون هذه قضية أخرى تكون صح؟ أنه القاضي إذا حكم بطلان البيع ممكن يحكم باستعادة المبلغ. إجباري الموضوع ما في نقاش يعني. ما في نقاش والمليون حقه يعني. ممتاز. العقد باطل. ممتاز. طبعا موضوع العربون موضوع فيه تشعبات قانونية ما نبغى نشغل المستمعين فيها لكن في الأخير يرجع. طيب لو جينا ناخذ القضية يعني نتعمق فيها شوي خلينا نقول مثلا أنا كمشتري زين. نعم. وانت ابو عبد الرحمن اللي بعتني وانت. نعم. الوكيل. طب انا وش ذنبي الان اني جيت وقفت معك على الارض وشفت العقار او ايا كان واخذنا واعطينا؟ طبعا هي ما تصير بيوم وليله فيها تعب وفيها روحه وجيه ووسط وناس لين وصلنا الى مرحله الافراق. يعني انا وش ذنبي بهذا كله بالاخير؟ لان اللي انت وضحت لي انه في احد الورثه وانا ما يحق لي انا جاي انت وكيل ماني برايح اسال الناس برا هذا وكيل عند منه كم عدد الورثه يعني الواحد ما يبي يدخل بالتفاصيل. فانا وش ذنبي كمشتري الان؟ ذنبك انك اخطيت في حق نفسك انك انت ما عندك معلومه. ما يعني جيت عقدت تصرف معين. يعني خليني اعطيك اي حاله قانونيه يشبهها باي حاله مرضيه. حلو. يعني مثلا الصداع يحتاج بنادول من الصيدليه مثلا.
لكن سكر، ضغط، حاجة، شيء ما أعرفه، شيء يحتاج إلى متخصص أو أبحث عن كيفية البيع. يعني ما هو كل الأمور زي بعض. أنت مفروض كان تجيب، إذا علمت أن مجرد علمك أنها حق ورثة لازم تعرف أنه لازم يكون أن الجميع يملك. إذا كان الجميع يملك معناته لازم يكون في حصر ورثة، أنه الحصر صك، يسمونه صك الورثة، صك حصر ورثة يصدر من المحكمة. حلو. طبعا هذا الورقة هي في نظر ناس كثير سهلة لكن وتطلع هي بسرعة لكن هي سند الملكية الوحيد للوريث. طيب. هي سند ملكية. السؤال المهم الآن يا عبد الرحمن، هل أنا في حال أني شريت من ورثة يحق لي أني أطلب صك الحصر الورث وأطالع أناظره؟ هل يحق لي؟ والأصل كمان. والأصل؟ نعم. يعني يا جماعة اللي سمعنا الآن بيروح يشري أي شيء خاص بالورثة يحق له أنه يطلب صك حصر الورث أو الورثة. نعم. ممتاز. طيب هل مثلا بس يكفى أني أشوفه أو يحق لي أخذ صورة منه بعد؟ من حقك تأخذ صورة. أخذ صورة. نعم. ما يمانع الطرف الثاني. إيه، وتتأكد من صحته. ممتاز. لأنه فيه تشعبات، ممكن تلقى من الورثة من توفى يطلع له حصر ورثة ثاني. طب أنا شلون أعرف إذا أنا مثلا واحد خلينا نقول جاب لي الصك حق الأساس، والله مثلا نقول أبو مات وعنده 5 من الأبناء جاني الصك حق الحصر الورث وموجود فعلا العقار هذا وقائم لهم، واحد من الخمسة توفى، هل يعني يلغى من الصك الأساسي إذا طلعوا صك ثاني ولا لا؟ يطلع حصر ورثة ثاني للمتوفي هذا. أنا شلون أعرف أنه متوفي؟ بيجيني الوكيل يقول هذول الخمسة موجودين؟ لا، إذا جاء الوكيل ودلس أصبحنا دخلنا في باب ثاني، في موضوع آخر. أي هذا هو أنا سؤالي، أنه أنا شلون أقعد أقول مثلا والله الأبو توفى، طب اللي ورثوا خمسة، طب الخمسة من توفى فيهم؟ راحت أيامي وأنا ما شريت الأرض يعني، عرفت؟ شوف عموما هو شراء من ورثة هو عملية معقدة. أكيد شكلها كذا باين يعني. أنا أيوة. تخوف. كثير من العقارات الآن ورثة. كثير ممكن يملكوها ورثة. الشيء الأهم إن هي عملية معقدة. لازم أطلع على المستندات، ولازم أطلع على حصر الورثة، ولازم يكون المعلومات كلها عندي صحيحة. ولا أصبح بيعي باطل. ممتاز. يعني أنا اللي فهمت منك الآن رسالة أبو عبد الرحمن إنه الواحد يكون حريص شوي. حريص كثير. كثير بعد مو بشوي. نعم. لأنه بيع وشراء وفلوس هذه. خاصة الورث، أي شيء فيه ورثة لازم يكون الإنسان حريص على أساس لا يقع في مشاكل. نعم. أو مثلا حتى يمكن الوكيل بعد، أنا اللي فهمت منك إنه لابد يكون واضح وصريح، وأحيانا هل ممكن يكون الوكيل فعلا في شيء ما يعرفه؟ طبعا. طيب عموما خلينا نطلع أبو عبد الرحمن لأول فاصل ونرجع، وعندي سؤال إذا حب يتمم المشتري البيعة وش يزين. نطلع الفاصل راجعين. محكمة بعد المداولة مع المحامي محمد الديني. يا هلا ويا غلا فيكم وحياكم الله مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم، متواصلين معكم في برنامج بعد المداولة. برنامج بعد المداولة مع المحامي محمد الديني، نناقش معكم الاستشارات والقضايا القانونية اللي تصير دائما في حياة الناس كثر، ويمكن في أشياء كثيرة بالمحاكم وخلافات ومشاكل حنا ما نعرفها، فحبينا نقدم لكم البرنامج هذا. والهدف وبكل بساطة مثل ما ذكر المحامي محمد أبو عبد الرحمن أنه نسهل لكم الخطوات اللي تعرفها، يعني بكرة إلى جيت تمر بأي قضية من القضايا اللي نطرحها، وحنا بنكون معكم كل أسبوع إن شاء الله، كل يوم سبت من كل أسبوع من الساعة 4 إلى 5. اليوم تكلمنا في قضية يمكن تخص الورث، وفي ناس كثير عندهم مشاكل مع الورثة وخلافات البيع والشراء. فكانت القضية بكل بساطة أنه شخص جاي يشري أرض أو عقار من الورثة، وتقابل مع الوكيل، والوكيل سووا عقد بينهم واتفقوا على مبلغ 10 مليون، وقدم له 1 مليون ريال عربون وباقي المبلغ وقت الإفراغ. راحوا للمحكمة يزينون الإفراغ، لاحظ الكاتب العدل أنه الوكيل هذا وكيل عن 4 أشخاص، وهو أصلا الورثة عددهم 5، فطالبوا بوكالة الشخص الخامس، فطلع ما عنده وكالة. وتكلمنا في هالموضوع هذا مثل ما شرح أبو عبد الرحمن أنه هذه البيعة تعتبر باطلة، صحيح يا أبو عبد الرحمن؟ صحيح، نعم. طيب كان في سؤال سألته أنا أبو عبد الرحمن أنه الآن أنا دفعت عربون وتعبت أنا كمشتري، ورحت جيت وبعد هذا كله وصلنا للمحكمة وقال لي الكاتب العدل أنه البيعة هذه لن تتم بعدم وجود الطرف الخامس أو الوكيل. طب أنا لو حبيت كمشتري أني أتمم البيعة هذه الآن وش أزين؟ هذه نسميها حنا حلول. حلول أنك تعالج الخطأ اللي ارتكبه الوكيل وارتكبه المشتري. حلو. طبعا عنده عدة خيارات نحن نحاول نوصلها، لكن لازم هذه الحلول ما بتنجح إلا بموافقة الطرفين. يعني حلول خلنا نقول لك
معالجات تسويات يعني. يعني الحل الأول أنه يقنع الطرف الرافض للبيع، يعني يروح للشخص اللي ما وكل الخامس يقول له تعال يعني بيع والبيع كويس وكذا يعني حلو يبيع له ممكن يوافق، هذا حل العقد هذا يمشي. أو أنه ممكن يفاوضه بسعر ثاني عشان يقنعه. طيب هنا عندي سؤال أنا أبو عبد الرحمن، لو فاوضه بسعر، حنا من الأساس متفقين على 10 مليون، حلو، راح هناك وقالوا بزيدكم مليون، يزيد مين؟ هنا السؤال، هل المليون الزيادة من 10 صارت ل 11 للكل؟ المفروض أيوه. المفروض العقد يكون للكل. إلزام للطرفين. لا يعني أنا لو بفاوض الآن فاوض اللي ما هو موكل فقط، اللي ما وكل. طيب أنا اتفقت معك أنت كوكيل ب 10 مليون خلاص، حلو، وطلع في شخص خامس ما هم زين وكالة، فأنا من أحد الحلول اللي بزينها رحت له وقعدت معه وحاولته بأنه تعالي ابن حلال نبي نتمم هالبيعة تراني شريت، ومن ضمن الكلام بيني وبينه هو مثلا قال والله 10 مليون ما تكفي، فوصلت أنا وياه إلى 11 أو 12 مليون للخامس الآن. سؤالي المبلغ الـ 12 ذي إذا أنا اتفقت مع الخامس على أساس أرضي يبي مليون زيادة، هل المليون ذي له هو فقط ولا تدخل ضمن كل الورثة؟ أصلا هو ما باع بالأساس، لكن العقد ملزم للبقية. حلو، إذا بيمشيه ملزم للبقية يعني يسري، يعني المبلغ اللي طلبه الزيادة يتفاوض مع اللي ما وكل فقط الزيادة؟ إيوه، يعني كأنه يشتري منه واحد ما يدري ولا وكل. طب تتوقع الباقيين بيقولون احنا راضين بالعشرة مليون؟ لأنه وقعوا عقد هم والتزموا. طب مو القاضي قال العقد هذا باطل يعتبر لأنه عدم وجود؟ أنت كان تكلم قبل قبل ما طب وش العقد، عقد البيع وش يلزمني أنا الآن؟ سوينا عقد بيع وطلعت البيعة باطلة، ما العقد باطل الآن يعني ما تلزمني. إذا حكم القاضي بطلان عقد البيع حلو انتهى، لكن إذا جاء المشتري العفو الوكيل الشخص البائع اللي هو ما وكل حلو يمشي العقد إذا وافق. ممتاز، يعني اللي فهمته الآن إذا أنا عرفت قبل لا نوصل للمحكمة وقالوا لي مثلا الأرض، أو حتى لو وصلت للمحكمة ممكن تحلها عند القاضي. الشخص خلاص وصل وافق على الحال هذا يمشي. ممتاز، واحيانا يكون في اتفاق، هذه اتوقع يمكن ما اعرف وش نظاميتها، لكن لو قال لي الطرف الخامس انت اتفقت معهم مثلا كم 10 مليون اقول له ايه، يقول طيب اعطني انا مليون خارج العقد وانا بوافق. اذا كان خارج ما تدري عن الخارج، بيقول لك اعطني مليون، انا تبيني اوقع اعطني مليون، هذه مليون غير هنا عبد الرحمن، غير هذه غير العشرة اللي بتتقسم علي مع اخواني، انا بمليون بجيبي. إيه هذا اتفاق خارجي ما له علاقة فيه. ما له علاقة في العقد، ما له علاقة في العقد هذا، أكيد هو بيتفقوا بينهم يعني. طبعا هو مشكلة دي. أي مشكلة، أتوقع لو عرفوا الأربع الباقيين وش سهل بيسكتوا عن الموضوع. المفروض لكن هم ملزمين لأنهم وقعوا عقد، لأن العقد البيع عقد لازم يلزم الطرفين وما ما يصير تغيره أنت. طيب بهالحالة اللي ذكرناها يا أبو عبد الرحمن وش غلطتي أنا كمشتري؟ غلطتك كبيرة. اي وشي ابي اعرف يعني، انا يعني صعب اني بروح اسال الورثه وادور من وراهم ومن منهم عاش من منهم مات، يعني وش غلطتي كذا باختصار؟ لا المساله ما هي صعبه، طالما انا اشتريت من افترض بلاش ورثه يعني افترض 5 شركاء اوكي يملكون العقار هذا، حلو لازم اعرف المالك مين. المالك هو الاساس، العاقد من اركان البيع، العقد يعني صفه العاقد ممتع. من اركان البيع، فما يصير انا اشتري من ورثه وأقول والله ما يهمني أو أني مفروض أني أروح. لا، المفروض أنك تروح نعم وتسأل وتطلع على كل المستندات عشان تعرف المالك اللي باعك، لازم تعرف المالك اللي باعك. طيب معناته الحين هنا يا أبو عبد الرحمن لو ما قلنا ورثة وجيت أشتري من شركة، طب الشركة لو كان كل واحد منهم له نسبة معينة، أنا واحد له 70 واحد له 30 يعني مقسمة، هذه بعد علي فيها إشكال؟ أنا مسؤول عن شيء مثل هذا؟ لا، أنا أعطي كل واحد حصته، يعني واحد يملك 70 يأخذ 70. بس مين أنا أتفاهم مع مين في هذه الحالة؟ إذا جيت أشتري شيء ملك 5 أشخاص 6 أشخاص يا تتفاهم مع الخمسة يا تتفاهم مع وكيلهم. حلو، الوكيل هو المسؤول. يعني أنا أحيانا في بعض التركات وبعض العقارات تلقى الوكيل الوكلاء الموكلين 100 أو 30 نفر أو 20 نفر لهم 3 وكلاء وممكن ما لهم إلا وكيل واحد، ممكن ما لهم إلا وكيلين. الحين ممكن يكون لي أنا أكثر من وكيل؟ الحين عددنا لا. أشخاص مثلا نعم، ممكن جزء وكيلين وشخص وجزء موكلين شخص، لأنه وكالة عقد حساس على فكرة. أنك أنت ما يمكن توكل شخص ما تثق فيه، فأنا والله ما أرتاح لفلان أو ما
ما أثق في فلان أثق في فلان. تصير إذا كانت العدد كبير يصير الوكالة كثير. صدق يا أبو عبد الرحمن خوفتني من موضوع الوكالات وال... شفت كيف؟ تخوف. طيب في هذه الحالة يا أبو عبد الرحمن أنه خلاص أنا بروح للطرف الخامس يا أقنعته، ومثل ما قلنا عاد في اتفاق، إن قال لي والله أنا بمبلغ بجيبي ما لي شغل بالباقيين غير اللي العشرة مليون، عطني أنا مليون وأنا بوقع، طبعا الباقيين إذا عرفوا عاد شيء بينهم الأخوانهم يتصرفون. لكن لو رفض البيع تماما خلاص البيع باطل، العقد هذا ما يلغى. نعم بس في هذه الحالة ما حد عليه أي إشكالية، لأنه لاحظ هو ما اشترى ترى حصص، هو اشترى الأرض بالكامل، صار فيه هنا مشكلة. لكن لو اشترى الحصص الثانية ممكن يشتري الحصة ويبقى هذا معاه شريك. طب الأربعة ذول الحين رفضوا هم يبيع زين، ومن خلينا نقول أبو عبد الرحمن محتاجين فلوس فعلا محتاجين، وما عندهم إلا الأرض يبيعونها، وهذا بخير ونعمة مو محتاج فلوس، وقال أنا ماني بايع خلوها تزيد، وهذول الأربعة لازم فعلا يبيعون، هل يقدرون يبيعون حصصهم؟ يقدمون دعوة للمحكمة أنه نبي نفصل الأرض ونطلع حصصنا ونبيعها وتقعد حصته ما تنباع؟ ممكن يبيعوا، يقدموا إذا بيبيعوا يبيعوا، لكن موضوع التقسيم هذا موضوع ثاني، مو الفرز والقسم هذا موضوع. طب هي أرض واحدة شلون نبي نبيعها يعني؟ وين تروح يا تنباع الأرض كلها مثلا؟ خلينا نقول أرض على شارع عام، مستحيل إني بجزئها بيع منها شيء وأخلي شيء، يا تنباع قائمة كل ما هي عشان أببني عليها برج أو أيا كان، أو إنها ما الملكية المشاعة إجمالا إذا راحت للقضاء يلزم بالبيع. ممكن أعرف وش المشاعة؟ المشاعة هذه لو سألت كثير من الناس ما حد يعرف، أو يسمع الاسم حسة مشاعة ولكن لا يعرف ما معنى مشاعة. أنا ما أعرف وش المشاعة. أيوة الملك المشاع هو اللي يحتوي على حصص مشاعة. الحصة المشاعة أو السهم الشائع، الحصة الشائعة أو السهم الشائع هو الجزء الساري إلى كل من أجزاء المال المشترك. يعني الأرض أنا حصتي فيها نفترض 10%، 10% هذه ما لها مكان محدد. حلو. 10% حقي أخذها إذا بعت الأرض. إذا باعت الأرض أنا حصتي 10% من المبلغ. من المبلغ. ممتاز. الملك المشاع دائما يلزم ملاكه بتصفيته. إذا ما كان مقسوم، لأنه ما أنت عارف الجزء 10% حقك فين. حلو. هذا معناته المشاعة ببساطة. المشاعة يعني اللي مو محدد. مو محدد. حنا مثلا كذا أخوان أو خوات داخلين كلنا في أرض أو في عقار أو شيء مو محدد. مو مقسم. إيه فبالتالي أملك في كل جزء فيها. سهمي موجود ساري إلى كل جزء في الأرض هذه. متى قيمة حصتي أخذها فقط. ممتاز. طب لو رجعت لسؤالي الأول أبو عبد الرحمن أنه الأربعة محتاجين فلوس والخامس ما يبي يبيع، مسألة بينهم خلاف عناد أيا كان وهذا فعلا شيء موجود، هل على الأربعة الآن يروحون يقدمون دعوة على أخوهم أنه حنا والله نبي مضطرين أننا نبيع الأرض وأخونا رافض؟ إيه طبعا، وهذه أغلب نزاعات الورثة فيها. هنا إيش الحل أبو عبد الرحمن؟ يعني إيش عادة الحكم الصادر؟ الحكم الصادر التصفية، بيع العقار بالإجبار. بالإجبار يسموها قسمة إجبار ما شاء الله عليك. يسموها في المحكمة قسمة إجبار، لأنه القسمة دائما قسمة التركات يا إما قسمة رضائية باتفاق الورثة أو قسمة إجبار. قسمة إجبار أن يحكم القاضي بالإلزام، بإلزام البيع، بس هنا البيع بيأخذ شكل ثاني. والله هنا شوف يعني هذول معهم حق أبو عبد الرحمن الأربعة. نعم. والخامس نفرض أنه يعني بخير ونعمة ومعه حق أنه الأرض تزيد سنويا، خلنا نقول على شارع تجاري على شارع عام وقاعدة تزيد سنويا، فلو جينا المنظور صح ذول محتاجين، هل هنا القضاء ينظر إلى أيهم أكثر حاجة أنه ممكن بكرة يتشرد، ممكن يروح يسرق، يمكن يروح عشان ما عنده شيء فيجبر على الخامس أنه يبيع؟ إحنا إيش نأخذها يعني أكثر حاجة وأقل حاجة؟ نأخذها أنه هذا حقي حق والقضاء يعيد للناس حقوقها. ليش نأخذها أنه أقل حاجة وأكثر حاجة؟ مجرد أنه يصل الأمر إلى القضاء الواجب الحكم فورا بتصفية العقار، يعني بيعه، طبعا بيعه بأعلى سعر وأفضل سعر. طيب ممتاز. أتوقع يا أبو عبد الرحمن القضاء دائما بالحالات هذه يلجأ أنه يخلي الطرف الخامس يشري، صح؟ يقوله طيب تبيها أخذها أنت كلها، اشترى الأرض كلها وعطى أخوانك حقه. لا هذا موضوع ثاني، هذا يسموه حق الشفعة. يعني لما أنا أجي أبغى بيع العقار للغير، جاني زبون بعشرة مليون بحداشر مليون، حلو، جاني جيت أنا شريك، حكم إني شريك أصبح لي حق الشفعة،
بموجب هذه الشراكة من حقي أنا أشتري، أبدأ من الغريب هذا، يعني دفعت نفس المبلغ أنا الأحق بالبيع. هذا موضوع ثاني. أي موضوع ثاني. أبو عبد الرحمن، ما كم سنة تدرسون أنتم؟ يعني 4 سنوات. ما شاء الله تبارك، وتكفي الموضوع ذاك التخصص هي صح على فكرة؟ أي طبعا. يعني في إذا جينا مثلا الورث والأشياء دي لها جانب مستقل، هذه من أبواب من أقسام القضاء القانون يعني. ممتاز. طيب مستمعينا، احنا الآن بنطلع الفاصل ونستقبل إن شاء الله اتصالاتكم، أي أحد عنده استفسار فيما يخص الورث أو القضية اللي طرحناها اليوم يتكرم يتصل علينا على 012-61-61-100 أو 011-217-85-85، ومعنا المحامي محمد الديني أبو عبد الرحمن الله يعطي العافية. وقضيتنا بكل بساطة، أنت اتفقت تشري شيء خاص بالورثة وجاك الوكيل وتميت البيع وزينت عقد، رحتوا للإفراغ، اكتشف الكاتب العدل أنه في طرف مهم موجود اللي هو واحد من الورثة، فهنا يعتبر العقد لاغي والمبلغ يرجع، وتكلمنا شلون تشري وشلون تروح تقنع الطرف الخامس. فإذا عندكم أي استفسار فيما يخص حالة أو مشابه منا ننتظر اتصالكم عقب الفاصل بإذن الله. محكمة بعد المداولة مع المحامي محمد الديني. يا هلا ويا غلا فيكم، متواصلين معكم برنامج بعد المداولة. طبعا البرنامج هذا جديد، وهذه أول حلقة البرنامج، هو عبارة عن برنامج استشارات قانونية مع المحامي محمد الديني. راح فيك يا أبو عبد الرحمن من جديد. يا هلا أخي. طيب حنا طلبنا اللي عنده أي استفسار في قضية اليوم أو أي شيء مشابه أنه يتصل علينا، وتوقع عندنا اتصالات. معنا الأخ محمد العامودي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. كنت بكلم الأستاذ محمد. يسمعك، تفضل. الله يرضيك أستاذ محمد، أنا كنت بستشيرك في حاجة، بس من عارف هي الموضوع هو بس إذا كان بخصوص بخصوص الورثة. من الورثة أنا عندي الوالد كان جاله واحد وعرض عليه إنه يشتغل له في محفظة استثمارية. تمام. فالوالد في البداية رفض، قال له أنا ممكن أساعدك إني أقول لك، لكن لا إنه أمسك المحفظة لك. قال له لا، أنا باكي أنت تمسكها وإن شاء الله هنربح فيها وما تخاف، تمسكوا إياها. فلما مسكوا إياها زاد المبلغ، بعدين بدأ يخسر. لما بدأ يخسر سلم المبلغ، قال له ترى بدأ يخسر. قال له لا، أنا أبغى المبلغ حقي كامل. قال له طيب خلاص، إذا كان كذا أصبر علي شوية وهذا. قال له لا، أسوي لي ورقة إنه إذا المبلغ هذا ترجع لي. فالوالد جاء قال له إيه، قال له إذا كان المبلغ ده خلاص من ده هنا بعطيك اياه ما تخاف. هم ما تكلموا على الربح، قال له ايه، قال له الربح انا بعطيك 30%. الوالد قال له ما يبغى، قال له اعطيك 30%. قال له طيب. فبعدين لما صارت المبلغ يعني الخساره خسر تقريبا 10%. قال له انا ابغى المبلغ كامل يرجع لي. الحين الوالد جاء قال له طيب امسك هذه المحفظه حقتك، فالمبلغ ذا حنرجع لك اياه. يعني يجوز اللي هو راس المال، اللي هو راس المال. الان هل يجوز انه يرجع له المبلغ كامل؟ الان الوالد قاعد يرجع له، يا رجع له اياه، بس هل يجوز المبلغ انه يرجع له، ولا المكان المفترض انه ما يرجع له المبلغ كامل؟ طيب هل بينهم اتفاق، بينهم عقد؟ لا، الاتفاق صار بعد ما سلم المحفظه وبدات الخساره، صار الاتفاق قال له تتحمل انت الخساره. لا، في عقد مكتوب، ما في شيء اسمه يتحمل الخساره. لا ما زال هو ورقه صارت بينهم بعد ما صارت الخساره، بعد ما يعني سلم محفظه في البدايه ما كان في ورقه الكلام ده، كان بس الاتفاق على الربح، مجرد اتفاق شفوي يعني. اي اتفاق شفوي. طيب كيف بيثبته؟ ها، كيف يثبت انه هذا الاتفاق، انه هذا كلامك صحيح؟ هذا اللي حصل بينهم، حتى هو عموما بس انا قصد انه ايوه الشريك في الربح والخساره، ما في شيء اسمه انسان يتحمل الخساره. اي لا، هو ايش اللي حصل، هو اللي اتفقوا بس على الربح، ما يعني ما اصلا ما كلموا اصلا الوالد، بس قال له الربح خلاص، هو قال له الربح بعطيك منه كده. ما يجوز الاتفاق على الربح فقط، ما يجوز الاتفاق على الربح. طب العقد الثاني لما قال له خلاص انا حتحمل لك الخساره، بس الوالد هو اللي يتحمل لحاله، هل يجوز الورقه الثانيه هذه، كتب الورقه بانها دين يعني في ذمته؟ لا مو دين، انه العمل انه الشغل ده في المحفظه دي الخساره حيتحملها هو. لا ما يجوز، هذا كلام غير صحيح. لازم يعني الشريك اذا كان يدير محفظه استثماريه، هذا عقد تجاري، اصبح شريكه في ربحه وخساره. طيب اخوي
اخوي محمد فهمتني؟ يعني ما يصير انك تكتب ورقه وتلتزم بخساره فقط. هو لا انا الواد هو ما يعرف الاشياء دي، فهو كتب له هو انه حيتحمل بس الخساره هو الحال. طيب اخوي محمد واضح سؤالك ويمكن جاوبك ابو عبد الرحمن. بس في حاجه انا نقطه اخيره بس. طب اعطيني على السريع يلا. ماشي الاخيره بس هي بعدين الوالد بعد هذا كله انه هو قبل ما يسلم المحفظه لما جاي يسلم المحفظه قال له ايه؟ قال له ترى قال له انا سالت الناس فقالوا انه غلط اصلا اني انا اشغل لك المحفظه ما يجوز قانونيا ما يجوز. فقال له استلمها. هذاك رفض في البدايه قال له ترجع لي الخساره الحين. طيب ترجع لي الخساره الحين. فهو قال له قانونيا ما يجوز. طيب الان اخوي محمد تسمع رد ابو عبد الرحمن عليك. شكرا لك يا اخوي محمد يعطيك العافيه. طيب الفقره الاخيره هذه هي مساله المحفظه السمريه صحيح لكن هو كعقد هو خالف النظام مثلا لازم تكون محفظه سمريه تحت اشراف هيئه سوق المال والقانونيه هذا موضوع ثاني لكن كحقوق نتكلم كشرعا وقانونا ما يجوز واحد يتفق على خساره في شيء خالفه النظام في اداره المحفظه بدون ترخيص هذا موضوع ثاني. وفي شيء مهم يمكن يا ابو عبد الرحمن تطرق له وجاب بالي انا انه الناس الطيبه الزائده الان انه نبرم اشياء واتفاقات شفهيه بدون عقود وبدون اشياء بيني وبينك بحكم ان انت جميل وانا بيني وبينك عشره وعيش وملح هذه يمكن اشياء كثيره الناس يتورطون فيها ويتوهقون فيها انه لابد كل شيء يكون مكتوب وبشهود ورسمي وموثق. صحيح هذا سبب اكثر قضايا المحاكم هي الطيبه والتعامل. طيب معنا اتصال ثاني من ابو محمد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يلا حيهم. كيف الحال يا اخوي الغالي؟ هلا وسهلا حياك ابو محمد. اهلك بالخير وضيفك الكريم ابو عبد الرحمن. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا عندي نقطتين حاب استفسر عنهم. النقطه الاولى اللي هو زي ما ذكرت قبل شويه المكاتبه الشفهيه بين الاخوه او الاصدقاء او ما شابه ذلك. في مشكله حصلت بين ثلاثه من الاخوه كان بينهم عماره تقريبا وكانت مكتوبه باسم احد الاشخاص وكانوا الاخوه الاثنين يدفعوا اقساط بناء هذه العماره في الصندوق العقاري ويوجد ما يثبت ذلك. فقام اخوهم اللي مكتوب العماره باسمه باع العماره من غير علمهم وراح ارسل لكل واحد شيك بمبلغ البيع اللي هو قام من خلاله. فهل هذا جائز ويحق انه يبيع العماره وهل يحق للاثنين انهم يطالبوا بحقوقهم من خلال المحكمه عفوا بموجب اوراق السداد اللي كانوا يقومون فيها في الصندوق العقاري؟ هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هناك ملك خاص اصبح ملك عام اخذته الدوله كملك عام بعد ما استغنت عنه الدولة من الملك العام. المفروض على حسب علمنا أنه يرجع لنفس الملك الخاص اللي اشتروا منه نفس هذا العقار. ولكن المشكلة اللي حصلت أنه العقار من الملك الخاص راح للملك العام ومن الملك العام راح لملك خاص لشخص آخر ما رجع لنفس أصحاب الملك الخاص الأولين. وهذه عليها وهذه قضية قائمة في المحكمة ما زالت حتى الآن وحبيت أستفسر عنها إذا ما عليكم أمر. طيب ابو عبد الرحمن تبي يكون معنا على الخط وخلاص واضحه النقطه؟ لا لا النقطه واضحه. طيب شكرا لك ابو محمد الله يعطيكم العافيه. اسمع عافية. اسمع الرد انا معكم على الرد. حياك الله. بالنسبه للسؤال الاول، السؤال الاول طبعا واضح انه هم شركاء وثابت شراكتهم. السؤال انه طبعا لو كان البيع هذا بيع ظالم يعني ما فيه عدل للشركاء من حقهم يقام الدعوة الاخوه والمطالبه باعاده التقييم وانه هذا البيع غير صحيح. إذا كان البيع عادل ما في مشكلة لأنه أصلاً في النهاية لو بحكم أنهم شركة لازم يبيع. وش تقصد أبو عبد الرحمن بعادل وغير عادل؟ يعني ممكن يكون باع العقار بسعر فيه غبن فيه أقل يعني أقل من سعره. حلو. بالتالي من حقهم يطلبوا التعويض أنه هذا البيع ما هو صحيح ويبطلوا ما احنا موافقين على البيع ووكلنا. مجرد الرفض فقط يعني ما يحق لهم مجرد الرفض لأنه إذا صار مو هو العقار ممكن يكون باسم الثلاثة ممكن يكون باسم واحد. لو كان باسم واحد لو كان باسمهم كلهم كان رفع دعوة وألزمهم بالبيع. فهذه هي النقطة. فهو من حقهم يعني في النهاية من حقهم يلجأوا المحكمة لإبطال هذا البيع إنه تم بدون علمهم ولكن لازم يكون عندهم مبرر شرعي وقانوني. بالنسبة للسؤال الثاني هو يتكلم عن ملكية نزعت للمنفعة العامة. هي كانت ملكية خاصة ثم تحولت إلى عام. أيوه. وبعدين رجعت من عام إلى خاص، إلى خاص. غير المالك الأول. أيوه هذا اسمه في نظام اسمه نظام نزع الملكيات. نظام نزع الملكيات الجديد إيش يقول؟ يقول إذا نزعت الملكية للحق للمنفعة العامة ثم انتفت المصلحة يحق
تلتزم الإدارة بأنها ترجع العقار لصاحبه، يعني ترجعه. مثلا النزعة الآن إيش يصير؟ أني أنا أنزع، الدولة تنزع العقار وتعطيك تعويض. حلو. لما تيجي ترجع العقار إيش تسوي؟ هنا عندي سؤال، ليش ترجعه يا أبو عبد الرحمن؟ انتفت المصلحة يعني، أخذوا شيء انتهت منه مثلا الدولة؟ أعطيك مثال، نزعت مثلا بناء مستشفى. القانون يلزم أي صاحب ملك طالما عوضت ونزع العقار للمصلحة العامة أن العقار هذا يرجع لك، أنه ينزع العقار بقوة القانون. ولكن إذا مثلا المستشفى هذه قفلت، نقلوها من المكان هذا، حلو، الدول الجهة اللي هي نزعت من لازم تلتزم بإعادة العقار أو تخطر صاحب العقار أن العقار هذا نبغى نستثمره، هل لك رغبة في إعادة استعادته أم لا؟ في هذه الحالة في خلال 6 شهور لازم يرد صاحب الحق، حلو، إما برغبته في استعادة عقاره إما لا بالموافقة. طب أنا لو طلبت استثماره مين بياخذ مبلغ الاستثمار؟ أنا أو الجهاز اللي أخذته اللي هو مثلا الدولة كحق خاص؟ هي. لا، أنت ما تقدر تسوي فيه شيء لين تستعيده، يعني تعيد التعويض للدولة أو للجهة اللي نزعت وتستعيد العقار. طب لو الدولة ما كلمتني وباعت العقار، جاب واحد من برا، أرفع دعوة على الدولة، على الجهة اللي نزعت، حلو، في محكمة الإدارية، وأطلب إعادة ملكية العقار لي بما على هذا النظام. طيب. وأن انتفاء المصلحة. طيب، سؤالي أبو عبد الرحمن قبل أن نطلع الفاصل، انتزاع الملكية هذا اللي بالإجبار اللي من منفعة مثلا عامة أو الدولة، هذا يعني ما في نقاش؟ مثلا أنا عندي أرض وجات الدولة أخذتها قالت نبي نقيم عليها مستشفى، وبنعطيك مثلا حق نقدر الأرض بسعر السوق وبنعطيك. نعم. ما في نقاش؟ ما في نقاش. ليش؟ هذا حق، هذا منفعة عامة، انتفاء المنفعة. ما بيبيع أنا. مو من حقك. لأنه هذه منفعة عامة، مصلحة عامة. ما نزع المصلحة العامة لا يعني ما فيه نقاش. السؤال الأخير أبو محمد. تفضل. الموضوع هذا انتزاع الملكية للمصلحة العامة بس عندنا ولا في كل العالم؟ كل العالم. أي شيء ينزل. نطلع الفاصل ونرجع. محكمة بعد المداولة مع المحامي محمد الديني. يا هلا ويا غلا فيكم مستمعينا، متواصلين معكم برنامج بعد المداولة. طبعا الفاصل المفترض انه الواحد يرتاح فيه شوي، يشرب ماء شاي قهوة، احنا ما خلينا ابو عبد الرحمن يرتاح، لا انا ولا الكنترول، قاعدين نسأله اسئلة عن انتزاع الملكيات وفيها كذا، فاعذرنا يا ابو عبد الرحمن. الله يعطيك العافية. طيب أبو عبد الرحمن معنا اتصالات، يمكن القضية، وقبل أن نختم أرجع في سؤال لقضيتنا اللي طرحناها اليوم، سؤال أخير بس خلنا نأخذ كم اتصال على السريع نشوف. معنا حسن. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. أقول لك لو سمحت أحييك وأحيي ضيفك الكريم، البرنامج جدا رائع وأكثر من رائع. شكرا لك أبو علي. الله يخليك أبو. بالنسبة في عندي بيت جدي، بيت ورثة. فسلمنا المستأجر، والمستأجر كان طالب العقد حق الإيجار لمدة 5 سنوات. استأجر المدة السنة طلعت عليه بخسارة، رجع بيقول لي بيفسخ العقد. وخلال الفترة اللي عدت كان جانا كم مستأجر بس قلنا له مدة العقد كذا كذا. كم عفوا المدة؟ 15 سنوات. 5 سنوات. اي فجانا كم مستأجر فبلغناهم من مدة العقد 5 سنوات، فتقريبا الأغلب من اللي جونا لغوا الفكرة إنهم يرجعوا يسألوا ثاني، فصعب إننا نحصل مستأجر للبيت في الفترة هذه. إيش الإجراء اللي ممكن أنا أسويه مع الطرف الثاني هذا بالنسبة للمستأجر وفي عقد بيننا وبينه لمدة 5 سنوات؟ العقد يعني ماشي ولا انفسخ؟ العقد يبغى يلغيه. هو عموما عقد الإيجار عقد لازم. طيب. ما يلغى إلا بموافقة الطرفين، إذا أنت ما وافقته فهو ملزم بال5 سنوات. ملزم بال5 سنوات؟ نعم. في حالة أني رفض. نعم ملزم فيه. طيب أنا أتوجه في الحالة دي، في حالة أني رفضت وهو رفض أنه أصر أنه يلغي العقد. أنا أتوجه لفين بالضبط وإيش الخطة والإجراءات اللي أنت تطالبه بالإيجار. إيه بس تتوجه لمطالبته بقيمة الأجرة المستحقة. طبعا إذا أنت شايف أنه يعني أكلمك بشكل واقعي كذا، إذا عندك مستأجرين أوكي تفسخ عقده وتشوف الخيار الجيد لك، إذا لا هذا العقد ملزم له، ملزم لك وله، ملزم له. طيب الله يعطيك العافية. الله يعطيك. شكرا لك. شكرا لك يا أبو علي. طيب معنا الأخ محمد عسيري.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيو عبد الرحمن. حياك الله. تفضل. عندنا عذار وفي زين، وأنا أحد أنا وكيل للورثة وهم أربعة. أين؟ والعذار يعني مؤجر وعلى أساس معروض للبيع. ووصلنا للمحكمة. وعرضت يعني بالنسبة للوكالة وصك حصل الورثة وبرضو صك ثاني حصل الورثة وعرضت على القاضي وعلى أساس إنه رفع بها الهيئة التمييز على أساس تم البيع. بعد كذا أخذ الأوراق بالنسبة لأوراقي أنا الصك حصل الورثة وصك الوكالة وصك حصل الورثة ثاني، وأخذوا الكاتب على أساس إنه يصوره. وبعد كذا قال لي خلاص بكرة 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 إلى الآن، الآن له سنة الكلام هذا، الأساسات محفوظة عنده، هل لي حق إني أتقدم بشكوى إلى رئيس المحكمة؟ نعم. للموظف؟ نعم من حقك، إذا في تقصير من موظف في المحكمة ترفع فيه لرئيس المحكمة شكوى. نعم إذا كان هناك إهمال تقصير. الأساسات عنده حافظها ويقول لي عند الشيخ محفوظة عند الشيخ، كل ما جيت أراجع قلت أبغى. بس أنت ليش ليش ترفع للتمييز؟ أنتوا فيكم قاصر يعني، في واحد يعني؟ إيه في قاصر، في قاصر. إذا في قاصر إيه، هو رفعوها للتمييز ولا ما رفعوها؟ رفعت هي، بس المشكلة أنا دحين في الأساسات حق الصك اللي حصل ورفع وصك الوكالة كل ما سألت الموظف ده اللي عند القاضي، عند القاضي ولهم يعني أشغال ثانية، هل حق لي إني أشتكي؟ أبغى الآن الصكوك هذه. نعم اشتكي الموظف لدى رئيس المحكمة إذا كان هناك تقصير. اشتكي الموظف يعني عشان أنا استخرج، أنا يقول لي كل ما سألته قال لي عند القاضي، وقال لي أنا سلمت الواحد ثاني ولا عاد لي شغل فيها. لا لا من حقك، هذه مستندات تخصك لأنك تستخدمها في أشياء ثانية بحكم أنك وكيل. طيب بالنسبة للعقار مؤجر، واحد من الورثة يأخذ الإيجار كامل ولا يقسمه على الورثة، هذا موضوع. أقدم يعني شكوى ثانية أو نفس واحد يعني من الورثة واحد من الورثة يأخذ الإيجار، يأخذ الإيجار كامل ولا يقسمه على الورثة؟ بأي صفة يأخذه؟ وكيل؟ لا وكيل ولا شيء، هو كان ساكن في البيت ويأخذ الإيجار ويأخذ كل شيء يعني ولا يقسمه. تخطر المستأجر، تخطر الأول شيء تطالبه بالإيجارات السابقة، وتخطر المستأجر بأنه الشخص هذا غير موكل ماله صفة. ايوه طبعا. يلا طيب. يعطيك العافية. شكرا لك محمد. شكرا. الله يعافيك. الله يوفقك ان شاء الله جميعا يا رب. طيب معنا اتصال بعد. الو ابو عبد الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ابو عبد الله. ايوه نعم الله يحفظك. الله يسلمك، وينك مسرح عنا يا ابو عبد الله؟ تفضل. معليش حبينا ان نستشير المستشار في امر عندنا عرض مشاع بين ورثه. اي نعم. واحد الورثه طبعا اغلب الورثه الامور الماديه مرتاحه يعني يعني بيوت ساكن مساكن ملك وكذا. الارض هذه مزرعه وحب انه طبعا هو حاول انها تتكسر هذه المزرعه رفض. طبعا الورثه عدده اكثر من 10 وبعيد ولا صار اتفاق. هو حب الان انه يبني في جزء معين من هذه الارض. من اللي يبني؟ من اللي يبغى يبني؟ يبني احد الورثه. طيب احد الورثه. ايوه الارض مساحه طبعا، وقال انا بحبني، واذا قسمت بعدين تعتبر المكان اللي ببني فيه سهم من اسهم يعني. ايوه ما ادري راي المحامي. شوف القسمه هنا لازم التقسيم يكون فيه عدل ومساواة بين الجميع، يعني الجزء اللي هو بياخذه لازم يكون متساوي في الميزات مع يعني لكل الشركاء أو لكل الورثة. نعم نعم. فبناؤه بهذا الشكل مجرد اختيار المنطقة وبناؤه فيها لازم يكون إذا وافق الجميع. إذا وافق الجميع. طيب هم طبعاً ما وافقوا. ويكون في إجراءات قسمة، يعني القسمة هذه لها إجراءات ثانية. لها إجراءات تتم عن طريق الكاتب العدل البلدية ويتم فيها التقسيم. هو إجراءات كلها كاملة يا سيد المحامي، لكن هو على أساس إجراءات القسمة. إجراءات القسمة كاملة؟ لا إجراءات القسمة لا، بالنسبة للأرض هذه لا لم تقسم. لم تقسم؟ لا لم تقسم باقي. إذا لم تقسم ما يصير إنه يبني لين يعرف قسمه، لين يعرف مكانه. أيوه. طيب شكرا. إذا أخذ مجموعة من الورثة ولموا المجموعة
عن الباقي اثنين او ثلاثه انهم سمحوا له بالبنايه. لازم الجميع يوافق. طيب ابو عبد الله شكرا لك، يعطيك العافيه، بس على اساس الوقت لان ما بقى شيء نختم الحلقه اليوم، اعتذر منك. طيب بشكل سريع، كنا نتكلم ابو عبد الرحمن اليوم عن قضيه حصلت، اللي هو جيت انا كشخص مشتري ابشتري ارض او اي عقار لورثه، وتقابلت انا والوكيل ورتبنا الموضوع واتفقنا على المبلغ 10 مليون مثلا، واعطيته 40 مليون وسوينا عقد مبدئي بيني وبينه، واتفقنا نتقابل للافراغ. وقت الافراغ اكتشف كاتب العدل انه هذا الوكيل عن 4 اشخاص فقط، والارض ملكيتها ل5 اشخاص، فقال العقد هذا باطل او البيعة هذه باطلة. نعم. انا هنا عندي سؤال يا عبد الرحمن. تفضل. مستقبلا اي شخص، انا غيري انت اللي يسمع الان، نبي نعرف منك وش الخطوات اللي المفترض نتبعها في هذه الحالة. الخطوات خلنا نلخصها في عدة خطوات نقاط. ببساطة نقاط. نقاط. أوكي. أولا أتأكد من وجود المبيع، يعني نعاين العقار نعرف أنه موجود. ممتاز. ثاني شيء نتفق على الثمن ومع شخص مفوض. ثالث حاجة إبرام عقد واضح مع الجميع، بتوفر فيه أركان العقد اللي هي الصفة والمبيع والمعاينة. بعد كذا الورثة، في مستندات هامة لابد أن تكون موجودة، صك حصل الورثة، وكالة عن جميع الورثة، صك الملكية للأرض أو للعقار وإنها مملوكة للورثة فعلا، وفي حالة عدم وجود وكيل يتم التوقيع مع جميع الورثة فرد فرد. هذه الخطوات ببساطة في إبرام العقد لازم تتم. ممتاز. يمكن آخر خطوة هي المهمة، لأنه الأولى شيء أكيد بتشري شيء بتروح توقف عليه، ما في خلاف في الموضوع هذا، والثانية اتفاق على الثمن ما فيها خلاف، أكيد من الاتفاق ولا ما احنا بداخلين المحكمة من الأساس. الثالثة هي اللي دائما فيها إشكال بحكم وجود ورثة، أنه لازم نتأكد من عدة أشياء، منها صك الحصر الخاص بالورثة يكون فيه موجود صك، ولازم يكون الأصل ومن حقي أطلع عليه وأخذ منه صورة أو نسخة. الشيء الثاني الوكالة عن الورثة، يعني الشخص اللي قاعد يتكلم معي وياخذ يعطي يكون وكيل عن الورثة ومعه وكالة بالكلام هذا. طب هنا في عندي نقطة، بعض الوكالات تلغى من المحكمة ويكون معاك أنت ما زال موجود صك وكيل، هذه ما لها قيمة تعتبر أو في أي معاملة راح يتأكد عندهم في السيستم أنه تم إلغاء الوكالة؟ لا، هو ممكن السيستم ما ربط، لكن ممكن التأكد من صحة الوكالة بأنك ممكن تراجع كاتب عدل تأكد أنها وكالة سارية أو مين سارية، أو يعتبر تصرف الوكيل باطل ويعتبر هنا دخل في جريمة احتيال. لا الحين مثلا أنت وكلتني يا أبو عبد الرحمن، زين أينا. واختلفنا أنا وأنت أول شيء لغيت وكالتي يوم السبت. نعم. وأنا يوم الاثنين رحت ببيع ومرتب شيء أني ببيعه تابع لك وبعته ورحنا نفرق وأنا ما أدري وأنت ما تدري كوكيل، أنت ما تدري، أنت لغيت وكالتي، رحت المحكمة ولغيت. أنا لغيت. أي لغيتها وأنا الوكالة معي الأصل. تدري أني لغيت الوكالة؟ سواء أدري أو ما أدري. أنا سؤالي تفرق. سؤالي أي تفرق أنه في غش يا تدري يا ما تدري. طيب إذا تدري حالة وإذا ما تدري حالة ثانية. طب نبي نرجع للحالتين، بس إذا رحنا المحكمة اللي مشتري هناك يبان عندهم المحكمة أنه أنت لغيت وكالتي؟ لا. طب كذا بتتم البيع؟ ممكن تتم البيع، لكن أنت مفروض إذا لغيت الوكالة تخطر الوكيل أنك أنت لغيت وكالته. أخطر الوكيل. نعم. طيب والله شوف يا أبو عبد الرحمن، أنا يمكن ساعة ما تكفيني، أنا جاز للموضوع وبحاول مع الإدارة إنه إن شاء الله الأسبوع الجاي ولا الأيام الجاية نزود موضوع، لأن هي متتابعة نطلع من موضوع لموضوع لموضوع صراحة، وشيق الحوار معك أبو عبد الرحمن. الله يعطيك العافية. لكن الله يسلمك. لكن نرجع نكمل بعد، إنه الخطوة الثالثة والمهمة يا جماعة، بتشري شيء تابع الورثة تتأكد من صك الحصر موجود وإنه الوكيل معه صك الوكالة. نعم. من الورثة وصك الملكية بعد، هذا أهم شيء يكون. نعم. صك ملكية الورثة موجود، هذه الثلاثة الأشياء بالإضافة إلى الثمن وأنك طلعت وقفت على الأرض أو العقار اللي بتشري وشفته وتأكدت منه. نعم. هذه لابد تكون موجودة يا جماعة اللي بيشري أي شيء من قبل الورثة وتكون أموره سليمة إن شاء الله. نعم. طيب القضية اللي تكلمنا فيها اليوم على شكل سريع، راح تشتري شيء مملوك لورثة، قابلك الوكيل اتفقتوا على المبلغ أعطيته عربون، رحت الكاتب عدل قال لك العقد هذا لاغي والبيع لاغي لأنه في واحد من الورثة ما جاء، وتكلمنا وتناقشنا معكم واخذنا استفسارات
الآن وصلنا لنهاية حلقة اليوم. الأسبوع الجاي إذا ربي أحيانا يوم السبت بنفس الموعد من الرابعة للخامسة يكون موعدنا في برنامج بعد المداولة مع المحامي محمد الديني. أبو عبد الرحمن يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. مشكور وما قصرت، ويمكن ثقلت عليك بالأسئلة، بس هذا شيء من اللي إن شاء الله إذا ربي أحيانا الأسبوع الجاي أبتطرق لأشياء كثيرة وأمور ثانية. بالعكس، تحت أمرك. شاكر لك. شكرا لك. شكرا للمستمعين.